الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس تفسير سورة النساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كثيرا جدا ما تقرن طاعة الله بطاعة رسوله وطاعة رسول الله بطاعة الله، كما أنه كثيرا جدا ما تقرن الصلاة بالزكاة، ويقرن الأمر بالتوحيد مع الأمر ببر الوالدين، وهذا في كتاب الله منتشر وكثير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في حث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رد على الفئة التي تزعم أنها من القرآنيين أو أنهم القرآنيون ويقولون نعمل بالقرآن فقط ويردون السنة. فقل: إذا كنتم تعملون بالقرآن فالقرآن فيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتناقضوا ولا يخفى عليكم الإرادات التي ترد عليهم. فليس في القرآن أن الصلوات ذات ركوع وذات سجود، وما يقال في الركوع والسجود ليس في القرآن كم ركع الظهر ولا كم ركع الفجر ولا كم ركع المغرب، السنة بينت كل ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لها سبب نزول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، هكذا أجمل القول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولعل رواية علي في الصحيحين تفسر ما أجمل في رواية ابن عباس، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا أميرا، وأمرهم بطاعة هذا الأمير. فلما كان ببعض الطريق قال لهم أميرهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا. قال: أشعلوا فيه نارا. فأشعلوا النار. قال: ادخلوها، الرسول أمركم بطاعات ادخلوا النار. فترددوا واختلفوا، فئة قالت ندخلها لأن النبي أمرنا بطاعته، وفئة قالت لا ندخلها، ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف نتبعه للفرار منها وندخلها باختيارنا. ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بإخماد النار، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث أصل لنا أصلا عظيما، أن طاعة ولاة الأمور إنما هي في المعروف ليست في المحرمات أبدا، فليست طاعتهم بمطلقة إنما هي مقيدة لقول الرسول إنما الطاعة في المعروف. فهم بشر ونحن بشر، لهم علينا حق ولنا عليهم حق، والجميع عبيد لله سبحانه وتعالى، يؤمر من ربهم ونؤمر من ربنا سبحانه وتعالى.
فهذا الرجل قيل إنه المجمل في حديث عبد الله بن عباس أنه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان هذا الرجل أميرا ماهرا في الحروب، لكن كانت تصدر منه فلتات لا تليق به، فهو كان رجلا إذا لاح دعي إلى غير أبيه. فقال النبي ذات يوم: سلوني سلوني، لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام وقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. أبوك حذافة. كانت أمه فيما ينقل بسند ضعيف عنها: ما رأيت ولدا أعق منك، كنت تريد أن تفضحني أمام رسول الله، كان صدر شيء مني في الجاهلية والإسلام يجب ما قبله. أشهد أن هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فالآيات نزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إن تنازعتم أنتم وأمراؤكم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. أما عن الأوامر بطاعة رسول الله فقد تعددت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه محذرا من مخالفة رسوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الرسول: من أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الحث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. أما عن طاعة ولاة الأمور فأيضا وردت بها عدة نصوص. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تسمعون، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. على قولين في تفسير أولي الأمر، وسيأتي بيان ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. وكلمة استعمل عليكم أي استعمل من قبل الخليفة الأعظم، ولا يعكر هذا على حديث الأئمة من قريش. فالإمام الأعظم يكون قرشيا، أما أمراء الأمصار والدول لا تلزم فيهم القرشية. فهكذا قال جمهور علماء أهل السنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن استعمل عليك عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف. وعبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. فذكر الحديث وفيه: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر.
وفي الحديث سيكون امرأة فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد سلم ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قيل أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر على المرء المسلم السمع والطاعة، المنشط والمكره. وفي الحديث ما لم يؤمر بمعصية. هذا فكل الأوامر التي وردت بطاعة الأمراء إنما هي في المعروف، ليس في المعصية، ليس في معصية الله. فلا يطاع أحد إذا دعا إلى معصية الله سبحانه وتعالى، لا أب ولا أم ولا أمير ولا رئيس ولا ملك ولا وزير ولا أي واحد، إذا دعا إلى معصية الله لا طاعة له، لأن الذي أمرنا بطاعتهم هو الله، فإذا دعوا إلى معصية الله لا يتابعون على قوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر في تأويلهم قولان للعلماء، أحدهما أنهم الأمراء، والثاني أنهم العلماء. والذي استدل به القائلون بأنهم العلماء قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نزلت في عمر ولم يكن آنذاك أميرا، كان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتحذير أن العلماء ولاة أمر وأن الأمراء ولاة أمر. هؤلاء ولاة أمر باعتبار أن لهم الأمر والنهي في العباد، وهؤلاء ولاة أمر بأن لهم الأمر والنهي في بيان الحلال والحرام، والله أعلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم أنتم وولاة الأمر في شيء. التنازع مع ولاة الأمر وارد، فما العمل إذا تنازعنا في شيء مع الأمراء ومع الحكام، مع الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء؟ ما العمل؟ لم يقل الله ردوه إلى القانون ولا إلى الدستور أبدا، إنما قالوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالخلاف وارد، الخلاف وارد بين الرعية وبين الأمراء، لكن إلى ماذا يرد الخلاف؟ يرد إلى قول الله وقول رسوله. وهذا المسلك الكريم سلكه الصحابة، وهم أفضل منا بمراحل. اختلف عمران بن حصين مع عمر، فعمر نهى عن التمتع في الحج، وعمران وقف قال: كيف تنهى عن شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تمتعنا على عهد رسول الله. ثم قال رجل برأيه ما شاء، الله أكبر الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقول تنازع عمر مع بعض الصحابة في مسألة التمتع في الحج فكان عمر ينهى وما أطاعه الصحابة في ذلك أو عدد منهم عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التمتع في كتاب الله فقال رجل برأيه ما شاء ولم يقل سمعا وطاعة في المعنى من التمتع. ونفس الشيء حصل بين علي وعثمان رضي الله عنهما. عثمان ينهى عن التمتع جاء اتباعا لآثر عمر فقام علي وعارض قال كيف تنهى عن شيء فعله الصحابة على عهد رسول الله وهو في كتاب الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال يا علي دعنا عنك أو دعنا منك. قال كيف أدعك لبيك اللهم لبيك لبيك حجة في عمرة. ونوى شمل العمرة. عثمان كان ينهى عن العمرة مطلقا في مع الحج فعلي خالفه في ذلك. وهكذا لما أبو بكر رضي الله عنه رأى قتال المرتدين رأى قتال مانع الزكاة فأراد عمر ينهى أبا بكر يقول كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. القوم قالوها فاستدل عليه أبو بكر بحديث والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه. وفي الباب حديث آخر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالشاهد أن المرد عند التنازع لم يكن أبدا إلى قول واحد منهم بل إلى الله والرسول. وإذا حذر ابن عباس من الانحراف عن هذا النهج القويم فقال يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقول رسول الله لا يعدله قول. عند التنازع ما أمرنا أبدا أن نرد الأمر إلى المحكمة الدستورية ولا إلى الدساتير ولا إلى الديمقراطية ولا إلى الاشتراكية ولا إلى الشعب ولا إلى مجلس الشعب. أمرنا أن نرد إلى الله والرسول. هذا الذي نتدين ربنا به ونبرأ إليك يا ربنا من كل شرع يخالف ذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أقررنا يا ربنا بأن الأمر لزاما وفرضا ووجوبا أن يرد إليك وإلى رسولك عند التنازع ونبرأ إلى الله من كل قانون يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء
أنتم وولاة الأمر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علامة إيمان، الرد إلى الله ورسوله علامة إيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومرد. ثم يبين الله حال أهل النفاق فيقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. الزعم يطلق على القول الكاذب أحيانا، ويطلق على القول المشوب بالكذب، ويطلق على مجرد القول أحيانا، لكن هنا القول المشوب بالكذب أو الكاذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، استفهام الاستنكار والتعجب أيضا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، سواء كانت أحكاما قبلية جاهلية، أو كانت قوانين وضعية، أو كانت قوانين وضعية، أو كانت أسلاف وأعراف، أو كانت مذاهب وآراء، أي شيء يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله تحاكم إليه، تحاكم إلى الطاغوت. فيطلق على مشايخ القبائل في بعض البلاد وفي بعض الدول وفي والقوانين والمحاكم وكل شيء، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وكانوا أيضا يريدون أن يتحكموا إلى كعب بن الأشرف اليهودي ويتركون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت اليهود أو كان الناس يريدون أن أهل النفاق يتحكموا إلى الطاغوت كعب بن الأشرف ويتركون التحاكم إلى الله ورسوله. فلذلك قيل في الطاغوت هنا كل قولا عاما، وهو كل ما تحاكم الناس إليه مما يخالف أمر الله وأمر رسوله، سواء تحاكموا إلى هوى شرع قبائل متبع دساتير كعب بن الأشرف، حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، أي شيء يخالف الكتاب والسنة يندرج تحت هذا التفسير. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، أي بالأحكام المخالفة لأحكام الله ورسوله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يصرفهم صرفا بعيدا عن طريق الحق. الشيطان لا يريد أن يجعلك تنحرف انحرافا يسيرا، لا، يريد منك أن تنحرف تمام الانحراف، يعني لا يريد منك أن تنحرف انحرافا يسيرا، ليس منهج هذا وإن استعمله في الأول، لكن يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يصرفك تماما عن الشرع المنزل وعن الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا نتحاكم إلى كلام الله وكلام رسوله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، كل هيا تعال يا أخي تحاكم عند فلان أفضل، يصرفون الناس عنك صرفا ويبعدونهم عنك إبعادا، يصدون عنك صدودا كثيرا، كما قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إلى أن قال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الحق لهم جاءوا، الحق لا عليهم لا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. فشأن أهل النفاق صرف الناس عن هذا الدين وعن هذا الشرع، إلا إذا كانت لهم المصلحة فيه جاءوك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول هل يحكم بينكم بما أنزل الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل شخص يصرف عن التحاكم للشريعة فيه شعبة من نفاق، بل قد يكفر إذا كانت القرائن تساعد على ذلك. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فالمصائب تتأتى بالبعد عن الشرع، وهذا الذي أصاب الناس. كيف إذا أصابتهم مصيبة، ما سبب المصيبة؟ بما قدمت أيديهم من الابتعاد عن حكم الله وحكم رسوله. فالبعد عن الكتاب والسنة يسبب مصائب، يسبب مصائب وأنت لا تشعر. وربنا قال لرسولنا:
فإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم في أواخر ربع تحكم في سورة المائدة الذي مطلعه الذي فيه الآيات الخاصة بمن لم يحكم بما أنزل الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالمصائب تتأتى بالبعد عن التحاكم للشرع والناس لا تشعر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فقد لا تشعر لماذا أتتك المصيبة، والمصيبة أسبابها واضحة في القرآن والسنة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، الذين يصدون عن الدين صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما قدموه بأيديهم وبأقوالهم وبألسنتهم، لكن اليد ذكرت كجارحة كثيرا ما تقترف بها الآثام، كأنه يمسكه بيده يقول تعالى لا تتحكم، ولا لو قال له باللسان أيضا لمؤاخذ. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا، أي ما أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، قلنا نصلح بينكم يا رسول الله وبين المنافق وبين اليهود لعله، قلنا نحن نريد الإصلاح، قلنا نؤلف قلب اليهود، نفعل نفعل. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الله مطلع على قلوبهم، فأعرض عنهم لا تنشغل بهم ولا تفكر فيهم، وعظهم قل لهم مواعظ مؤثرة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم قولا مؤثرا يصل إلى يبلغ القلب، انتقل الأساليب الطيبة التي تذكرهم بها وتحذرهم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا واصلا إلى القلب، تنتقل الألفاظ المؤثرة التي تؤثر في قلوب هؤلاء بإذن الله وتصل إلى قلوبهم. فالمواعظ مشروعة، استدل بهذه الآية على ذلك، أوعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ومنهم على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ الواضح البالغ إلى قلوبهم بإذن الله. والنبي كان يعظ الصحابة أيضا، قال العرباض بن سارية رضي الله عنه أعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وموسى قام خطيما فوعظ بني إسرائيل وذكرهم. فالمواعظ مستحبة وتكون بالكتاب والسنة أفضل ما تكون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فأعظم موعظة موعظة بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.